ايه من ديتهولك الاذاعه وايه برضو اللي ممكن نقول ان هي حرمتك منه؟ بصي، الاذاعه ادتني كل حاجه في حياتي، كل حاجه تسعدني ادتها لي الاذاعه. مش عايزه اقول شهره، يعني مش اتعرفت من خلال لا شو انا اقول شهره وناس كده، لا انت تقولي ولكن انا مش شايفاها كده. ف يعني ده حسيته، الناس حبتني من خلال البرامج، حاجات كتير قوي ادتها لي الاذاعه، ادتني وقت مليت بيه حياتي، مليت وقتي، مليت الفراغ اللي عندي، ما كانش عندي ولا فراغ ولا حاجه. وخدت مني عمري، كل عمري خدته الاذاعه. طبعا خدت حياه مستقره، زواج، اطفال، حاجات كده. ف لانك كنت مشغوله قوي بالاذاعه او يعني لا 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 ما فكرتش قوي، هي مش مساله مشغوله، لا ما انت ما شاء الله ناجحه وعندك اسره جميله وكده وناجحه ولاقيه وقت وكله، لا هي مش دي المساله، لا يعني خلاص انا حابه الحته دي فعشت لها فمركزه فيها، بس مركزه فيها بصراحه. طب رغم كل هذا الحب والارتباط ما بينك وما بين الاذاعه، الا ان انا قريت لك تصريح وصححي لي اذا كان ده حقيقي ولا لا، انك بتقولي انه لو رجع، انك كان نفسك تكوني مضيفه طيران طبعا، وانه لو رجع بيكي الزمن ما تاخديش نفس الطريق، تشتغلي مضيفه الطيران. معقوله بعد العشق ده؟ طبعا انا كنت هعشق برضو المضيفه. ليه؟ انا بحب السفر جدا جدا. وعشان كده تسالي نجح على فكره، لانه هو عباره عن مجموعه سفريات، يعني كل يوم سفريه، كل يوم بلد بجيب منها معلومه، بقابل فيها شخصيات شبه السفر الحقيقي. وفي نفس الوقت عندي حنين شديد لمصر، يعني ساعات كتير جدا واصدقائي يعزموني وابقى نفسي اسافر واطلع الفيز وخلاص هسافر، ارجع تاني اقول لا مش هقدر اسيب مصر. فازاي انا كان ممكن اعيش مثلا بره واعمل حياه بره وانا كل حبي لمصر؟ فكان الحل الامثل المضيفه، تسافري وتعملي الشغلي وتستمتعي بالسفريه وتعملي الشوبينج اللي انت عايزاه وترجعي، يعني ما تلحقش مصر توحشك. فالى الان يعني لو رجع بيك الزمن تشتغلي مضيفه طيران؟ يا ريت.